حابين ناكد ان المقارنه دي رئاسه مجلس اداره نادي الاهلي من 2017 ورئاسه مجلس اداره نادي الزمالك من 2014 بالزبط. لكن ده على سبيل البطولات كلاعب وبطولات كاداري. طب القضايا، فكره الحديث عن تاليف القانون او تشريع القانون او ما شابه، فكره القضايا اللي خاضها النادي الاهلي في عهد رئاسه الكابتن محمود الخطيب لمجلس اداره النادي الاهلي، عمل ايه الكابتن محمود الخطيب في القضايا واللي كان منهم قضايا شائكه جدا. عندنا القضيه الاولى ودي بقى من الانجازات القانونيه لمجلس اداره النادي الاهلي طبعا بالكامل، هو حصول الاهلي على حكم ببطلان التحكيم في القضيه التي شهدت تغريم شركه الاهلي للانتاج الاعلامي مبلغ 135 مليون جنيه لصالح شركه مسك الدوليه. القضيه دي طبعا شركه مسك كانت بتتولى رعايه قناه النادي الاهلي من 2008، وتم فسخ التعاقد في عهد المهندس محمود طاهر، فتم شركه صله رفعت قضيه على النادي الاهلي وطلبت بتعويض 135 مليون جنيه. كل الخبراء القانونيين او معظمهم كانوا بيتكلموا ان الحكم واجب النفاذ والنادي الاهلي لازم هيدفع ال 135 مليون جنيه، ولكن المستشار حلمي عبد الرازق قدر طبعا حنكته ورعاية مجلس إدارة النادي الأهلي قدر ان هو يلغي حكم بطلان حكم مسك و 135 مليون جنيه كانوا هيخرجوا من خزينة النادي الأهلي. قدر الكابتن محمود الخطيب مع اللجنة القانونية مع مجلس إدارة ان هم يبطلوا الحكم ده. ده انجاز قانوني اكيد طبعا، ويحسب للمجلس، وكمان معناه انجاز قانوني تاني للي بيفهم في القانون، تسوية النزاع وديا مع شركة صلة والحصول على مبلغ 150 مليون جنيه مقابل فسخ التعاقد. وكان الأهلي قد نجح في بيع حقوق رعايته لشركة بريزنتيشن بعد أيام قليلة من فسخ عقد رعايته مع صلة، ووصلت قيمة التعاقد الجديد مع بريزنتيشن ل 520 مليون جنيه. أكيد أنتوا فاكرين شركة صلة فجأة فسخت التعاقد، النادي الأهلي لأنه يجيد الحفاظ على حقوقه التسويقية قدر يعمل عقد جديد بقيمة أكبر من اللي اتفسخ بيها مع صلة. مش كده وبس، ده قدر كمان ياخد 150 مليون جنيه كتعويض. هو ده حفاظ حقوق النادي. المجلس ما بيطلعش كل يوم يذكر الناس بالكلام ده، بس جه الوقت اللي لازم نذكر الناس، لأن فعلا اللي بيحفظ حقوق النادي عمره ما يفرط في أي حق تاني. المبلغ ده او القضيه دي وهي 125 ألف دولار، ما تبصش لقيمه المبلغ ولكن بص لقيمه تعامل النادي الاهلي. جونور اجاييه جاي من الصفاقسي التونسي للنادي الاهلي، فكان في المفروض رعايه لنادي نيجيري 125 ألف دولار. مجلس الاداره السابق للنادي الاهلي دفع ال 125 ألف دولار دي مرتين، مره لفريق الصفاقسي التونسي ومره للفريق النيجيري. في 2019 النادي الاهلي قدر يتوصل لعوده 125 ألف دولار، لكن هنا حابين نؤكد، شوف جونيور اجاييه كان في 2016 والنادي الاهلي استعاد المبلغ في 2019، 3 سنين. سمعت عضو من مجلس اداره النادي الاهلي او حد منتمي لمجلس اداره النادي الاهلي طلع يتكلم قال ان المجلس السابق دفع الفلوس دي مرتين واحنا بنحاول ان احنا نجيب المبلغ ده وهنحافظ على حقوق النادي الاهلي؟ ولا كلمه. واتحدى حد يقول ان قبل ما الحكم ده يطلع للنور واستعاده المبلغ ده تاني للنادي الاهلي حد من مجلس اداره النادي الاهلي اتكلم عن المجلس السابق في القضيه دي. ده النادي الاهلي، ده قيمه النادي الاهلي، ده احترام مجالس ادارات النادي الاهلي لبعضها البعض. وارد جدا تلاقي في أندية تانية مختلفة تماما فبتقيس بمعيارها، لكن في معيار النادي الأهلي احنا دايما بنحترم اللي كانوا قبلنا عشان اللي بعدنا هيحترمونا، وده نهج النادي الأهلي في التعامل. كوليبالي هرب يا احمد. اللاعب ده ساب النادي الأهلي، طلع عمل كذا محاولة انتقال فاشلة، اكيد جاب حكم علينا بمليون وشوية. لا مش النجاز، انا بقول لك كوليبالي، بكلمك في كوليبالي التاني النجاز بتاع الزمالك، مجلس اداره الزمالك دفع فيه فلوس واشتراه ومشي ببلاش، يا ريته مشي فري، ده كمان جاب حكم على الزمالك ببقيه عقده. دي قصه طبعا لو في اي احتياج لمساعده قانونيه النادي الاهلي ما بيتاخرش، يعني نادي الزمالك نادي شقيق واحنا ما بنتاخرش عنه. لو ما كانش في كوليبالي في النجاز يبقى في اتشيب مونج اكيد. نروح بقى لكوليبالي اللي هرب. النادي الاهلي عمل ايه في الوضع ده؟ النادي الاهلي حصل بحكم على اللاعب يضمن ليه حقوقه. نادي النجم الساحلي نادي شقيق علاقاتنا بيه جيده، بتحاول تحافظ على العلاقه، قال لك تعالى نعمل اتفاق ثلاثي يضمن لك حقوقك وانا هسددها لك.
فعلا قدر النادي الاهلي يصل لتسويه مكتوبه مع النجم الساحلي لتسديد مبلغ 1,400,000 دولار مقابل ضم كوليبالي. وقع الاهلي العقد الثلاثي بتسديد النادي التونسي 200,000 دولار كمقدم، ثم دفع 1,200,000 دولار على 3 دفعات كل دفعه ب 400,000 دولار. هو ده النادي الاهلي اللي ما بيسيبش حق جمعيه عموميه ولا جمهوره ولا حقوقه التاريخيه. ونفتكر الحضري مش النادي اللي اصبح اسمه داخل الاتحاد الدولي والمحكمه الرياضيه كل ما يجي له ملف اطلع عن اطلع على الدور الثاني عند الفايل المختص بنادي الزمالك، حط فايل بقى، فايل ايه؟ فايلات نادي الزمالك. ومش دي كانت اخر الانجازات.